يعني بستنى الوصول الى المليون لحتى انزل فيديو 3 مليون وفيديو شوف الخنزير وفيديو المليون على الانستغرام. هذه تحية لندنية خاصة وتحديدا من ملعب الامارات للحبيب والعزيز ابو سروال، احد افضل صناع المحتوى في الوطن العربي حقيقة وليس مجاملة، وكل التهنئة للتوفيق اولا ثم لبلوغ المليون الاول في حسابك على انستغرام، عقبال الملايين الجاية ان شاء الله لانك تستحق. سؤالي ليش قررت تبدأ باليوتيوب؟ قررت أبلش في اليوتيوب بسبب إنه أنا قادر بس كنت خايف، فلما تشوف لك موقفين في الحياة بحسسوك إنه أنت ولا إشي وأنت قادر تكون أحسن منهم، تكون أفضل منهم، بس ما في عندك قوة الشخصية إنه تطلع هذا الشيء، أو عندك بس أنت خايف تطلعها. لما شفت موقفين ثلاثة أربعة خمسة ستة مواقف كثيرة آخر شيء بتفقع، وإذا أنت هيك بتأذي في حالك. طلع موهبتك، طلع اللي عندك، طلع اللي في قلبك ولا تخاف. هلو، وصلنا لعشرة مليون، وصلنا لعشرة آلاف مشترك على القناة، وجد أنا مبسوط وشكراً لكم كثير، بفتخر بيكم إنكم وصلتوني لعشرة آلاف مشترك. شكراً، صرنا 25,000 مشترك في القناة، وصلنا 50,000 نفر، تعرفوا شو يعني هاد؟ قريته تعليق فيه مبدع واستمر وإن شاء الله راح توصل. مين قدرنا نوصل 100,000 مشترك؟ استنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. وصلنا ل 200,000. هذا شكرا لكم. اول 100,000 عن جد فرفض قلبي، 500,000 فرفض قلبي، المليون كانت احلى مليون، يعني هو الرقم المميز بالنسبة لي. 2 مليون رغم كبر العدد اكثر من 2 من المليون، ولكن مش عارف، حاسس باحساس غريب. طبعا البداية لازم نشكر ربنا الحمد لله، بعديها بنشكر المتابعين اللي ادائهم جدا خرافي، بعديها بشكر يعني شخص يعني هو اللي خلاني ادخل في هذا المجال اللي هو ابن عمي حماد. شو بيعني لي ابو سروال؟ اخ اخ مالك تتوجع؟ ايش بدي اقول لك ابوي؟ ونشكر مدير اعمالي سامر اللي يعني نقل برضو ضحك عليك انت؟ من مكان الى مكان الخنزير. ونقل حياتي من مكان الى مكان. انا بحبه شخص، يعني انا بعزه كثير وكنت متابعينه، يعني العلاقه اللي بينه وبينه مش علاقه هذا الحكي وين؟ يعني طول عمري انا بحكي لعلي، وين ما انت تشوف حالك افضل انطلق وانا بساعدك وبدعمك. فخور فيك يا صاحبي. في الكابتن محمد عواد دعمني في كلامه، يعني شجعني على الاستمرار. خلينا نشوف كرة القدم بشكل مختلف. قدرت تنجح تخلق شيء ما كان موجود في العالم العربي، كوميديا كرة القدم اللي بحبها الجميع. هسا المميز بمحتوى ابو سروال انه دائما انت بتعرف مشجعين الرياضة في تعصب في كذا، ما بتقبلوا النقد للفريق اللي هم بيشجعوه، فابو سروال لا، بلش بفكر غير هيك. ابو سروال صراحة في ناس ما بتنتبه انه حرفيا ابو سروال يتعب جدا على محتوى، دائما مشغول بانه يقدم دائما الافضل، وما بحكيها مجامله ولا اني انا لدرجه انه مش قادر اعمل فيديو المليون، يعني مشغول، بعرف شو كل الخطوات اللي عم بيشتغلها وكيف بيشتغل وكيف بتعب وكيف بفكر وكيف بكتب. صراحه بدايتي كانت جدا صعبه لانه عانيت مع اهلي. شوف كل الاشخاص اللي بيدخلوا مجال السوشيال ميديا بيعانوا. قطعت عني النت يابا. الموضوع محبط في البدايه، يعني ما كان حدا يشجعه، بالعكس كان ينتقدوه، بس اتوقع انا معاناتي كانت يعني بليفل ثاني، لانهم يعني قطعوا عني النت، لا ما تكملش دراستك اهم وهالحكي اهم. قطعت النت كانت يعني اسباب كثيره، السبب الاول انه كنا يعني حابين له الافضل، يعني ما كنا نتوقع انه هالمجال هذا بيوصلوا الهدف اللي احنا بدنا اياه، هدفنا كان تعليمه، دراسته الجامعيه. طبعا يعني الدراسه مهمه، بس انا يعني وقتها كان عندي هدف، ولكن هاي المليون بالنسبه لي هي اصعب مليون، يعني اصعب من المليونات اللي قبلها. المليون الاولى الحمد لله كانت يعني سريعه، المليون اللي بعدها سريعه جدا، هاي المليون كانت بطيئه لانه الواحد مر في مشاكل بعدته شوي عن السوشيال ميديا. كانت اصعب لحظه لما اجا كورونا العالي، كانت فعلا صعبه، 3 شهور كانت سيئه علينا كلنا، فلما صابته الحاله صابنا حاله رعب يعني عجيبه غريبه، حتى انا في نفس الفتره صبت بس ما كنت زيه،
يعني في الحاله اللي كان فيها، وصعب جدا تشوف ابنك على الاجهزه وتشوفه الحاله هاي، يعني لدرجه يعني خلص يعني سلمنا امرنا لله وما كان ظل مجال غير هيك، كثير كثير يعني وصل لمرحله الموت، والحمد لله انه عدت على خير. شكرا خيار تعيط عني. عرفتوني على كثير ناس مرتبين المجال، يعني بغض النظر عن حسناته تعرفت على كثير ناس حلوين ومرتبين وامورين. بحبكم. ألف ألف مبروك المليون متابع على إنستغرام والثلاثة مليون متابع على يوتيوب. ضحكتنا كثير، خلتنا نضحك، خلتنا نشوف كرة القدم بشكل مختلف. يا أبو سروال، يا أبو سروال مبروك التوثيق يا حبيب. أخوي ألف ألف مبروك، استاهل كل خير ومن أعلى لأعلى إن شاء الله. ألف مبروك يا صاحبي على المليون متابع، عقبال المئة مليون إن شاء الله. صح يا علي ما بعت ولا لا؟ حبيبي صديقي علي الملقب بأبو سروال صاحب القلب الطيب، ألف مليون مبروك المليون مبروك التوثيق. من نيويورك حبينا نبارك لأخونا أبو سروال. أنت عمرك كنت بخطأ. وأيضا توثيق حسابه على الانستغرام. ألف مبروك وتستاهل. ألف مبروك يا علي، تستاهل كل خير، مبروك المليون، مبروك. شكرا على التكتات اللي ببلاش علي حبيبي. ألف مبروك وصولك للمليون، أنت شخص بتستحق كل الخير، نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. ألف 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 مبروك، شغفك، طموحك، شرفك، ألو، ابتسامتك الجميلة، بساطتك الأروع وصلتك إلى هذا الرقم وهذه البداية. استمر. شنو مليون؟ شنو مليون عندك يا أبو سروال؟ استمر ومن هاللعلة بالتوفيق، بالتوفيق يا صديقي. ألف 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 مبروك يا أبو سروال على التوثيق وعلى المليون، والله بتستاهل حبيبي. علي يا حبيبي ألف مبروك التوثيق وألف مبروك وصولك للمليون، منها للأعلى يا رب. ألف مبروك المليون وألف مبروك علامة التوثيق ومنها للأعلى وعقبال العشرين مليون يا غالي. ألف مبروك توثيق الانستغرام وألف مبروك وصولك للمليون. يا علي عليتني وقفيت، خذني معك لا تخليني يا أخوي أبو سروال، مبروك عليك المليون. حبيبي وأخوي علي ألف ألف مبروك التوثيق إلى أطيب قلب وعز أخو صديق عندي، عقبال وصولك للمئة مليون أبو سروال. ألف مبروك المليون والتوثيق، قلبي والله تستاهل كل خير، أنت زلمة محترم. أخوي الغالي علي موسى أبو سروال ألف مبروك توثيق الحساب وبالتوفيق دائما، وبالمناسبة أنت موثق في قلوبنا. ألف 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 مبروك أبو سروال، 3 مليون على اليوتيوب ومليون على الإنستغرام، تستاهل يا كبير، واستمر بالمحتوى النار. السلام عليكم. ألف ألف مبروك أبو سروال، وصل المليون على الإنستغرام وعقبال العشر ملايين بكل مكان وأكثر من هذا الشيء. أبو سروال علي موسى الحبيب وصل إلى مليون متابع، إن شاء الله مليون مبروك، وإن شاء الله عقبال المئة مليون يا رب. حبيب القلب أبو سروال ألف مبروك على التوثيق وألف مبروك على المليون وألف مبروك على الخطوبة والزواج إن شاء الله. يعني ما خطب صح؟ ألو ما خطب يا جماعة ناس. بنحكي عن أبو سروال بنحكي عن قنوات ثلاث مليونية، لما بنحكي عن أبو سروال بنحكي عن التوثيق، وألف مبروك يا زعامة، ألف مبروك يا وردة. أبو سروال الحبيب ألف 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 مبارك المليون والتوثيق كمان. مبروك المليون ومبروك التوثيق وفالك العشرة مليون والمئة مليون إن شاء الله، موفق يا حبيبي. أبو سروال الغالي ألف مبروك حبيبي المليون على الإنستغرام والثلاثة مليون موت في الفلاتر. علي أبو سروال حبيب الشعب يمه. ألف مبروك توثيق صفحتك على الإنستغرام وألف مبروك وصولك للمليون. ألف مبروك المليون أخوي أبو سروال ومنها الأعلى إن شاء الله. أبو سروال منولة تحييكم من البالي تحييكم وتشدوا على أيديكم، ألف 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 مبروك مليون متابع. تحيات اخونا علي ألف ألف مبروك المليون، والله العظيم انك تستاهلها وانك مولع وبتوصل 2 مليون ان شاء الله اول ما يخلص كاس العالم. الو علي موسى ابو سروال ألف ألف مبروك المليون وعقبال المليونين لسروال، اقصد مولع برضه ان شاء الله. حبيبي يا علي حبيبي ابو سروال ان شاء الله ألف ألف مبروك توثيق الحساب معاه مصاري ومبارك المليون متابع، تستاهل تستاهل 10 مليون و20 مليون، تجي لعندي على تركيا وبحتفل فيك مزبوط بغدا اكون بصلي فكرت بعطيك شقه يا زلمه شيء براتب يعني بشكل اسلك الوضع. ويا سلام يا سلام يا سلام بسروال اليوم وصل 1 مليون. اولي يا هلا اولي اولي اولي. السلام عليكم، بحب ابارك لاخوي وصديقي ابو سروال بمناسبه وصول المليون متابع على الانستغرام.
ألف مبروك على التوثيق وألف مبروك على المليون قصة؟ وإن شاء الله منها للأعلى. نحكي قصة؟ حلوة الغالي. ألف مبروك التوثيق يا قلبي ومبروك المليون معي يا قلبي. يا رب إن شاء الله شنو؟ شوف العشرة مليون وخمسة مليون يا رب. أبو سروال الغالي ألف مبروك حبيبي. وصل موت بالفلاتر. إن شاء الله بتوصل المئة مليون. تستاهل تستاهل والله. منها الأعلى يا رب. ألف ألف مبروك المليون على إنستغرام ومبروك 3 مليون على اليوتيوب. تستاهل كل خير أبو سوسو. إن شاء الله من علي لعالي إن شاء الله. علاوي القلب مبروك المليون متابع منها للأعلى ويا رب نبارك لك في العشر ملايين. السلام عليكم يا أبو سوسو. ألف ألف مبروك يا حبيبي المليون مشترك على إنستغرام. إعلامي؟ التوثيق حاط إعلامي؟ أبو سروال الصديق والحبيب الغالي أسعد الله أوقاتك. أول إشي يعني أنا قلت أنتهز هاي الفرصة أسلم عليك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاحات الدائمة وأبارك لك بالمليون وإن شاء الله من مليون لمليون. أبو سروال ألف ألف مبروك التوفيق. تستاهل كل خير يا حبيبي منها للأعلى إن شاء الله. وإن شاء الله بنشوفك في مونديال كأس العالم في قطر. سروال الغالي ألف جارنا توثيق وين جارنا؟ ألف ألف مبروك للمليون يا جار. تستاهل كل خير والله. أبو سوس الحب ألف مبروك للمليون على الإنستغرام والثلاثة مليون على اليوتيوب. حبيبي يا علي ألف مبروك على التوثيق أولا وثانيا ألف مبروك على المليون. بإذن الله منها للأعلى والله تستاهل أكثر وأكثر وإن شاء الله نشوفك في المراتب العليا. أبو سوسو ألف 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 مبروك للمليون يا حبيبي. علي ريتو ألف ألف مبروك يا رب. ألف مبروك المليون متابع وعقبال العشر مليون والمئة مليون وعقبال ما تصير ما يصير عندك مليار. أخوي وحبيبي أبو سروال ألف ألف مبروك حبيبي وصولك على المليون مشترك في الإنستغرام وألف مبروك على توثيق حسابك في الإنستغرام. السلام عليكم حبيبي أبو سروال. بحب أبارك لك لوصولك لمليون متابع وكمان لتوثيق حسابك في الصح. سامر أنا هسه بشوف إيه. بعتذر يعني إذا بتغير عليك كمان. بس الصح الأزرق أول ما جاء هيك يا أخي أبصر كيف بحس. سامر إذا سمحت انزل السيارة. ألف مبروك على المليون متابع يا علي تستاهل. مبروك 3 مليون يوتيوب مليون أنستا منها للأعلى. أخوي أبو سروال مبارك عليك المليون مبارك عليك التوثيق. جعلهم الله حجة لك لا عليك. أبو سروال محبوب الجماهير ويمكن شخصي الوحيد للكل اللي بيتفق عن محبته. ألف مبروك التوثيق يا صديقي. ألف مبروك وصولك للمليون. المليون يليق فيك وبمحتواك الرائع. جود لك كل الوقت وبالنجاح ودايما منحبك. أخوي علي الملقب بأبو سروال يعني ألف مبروك التوفيق وألف مبروك المليون وعقبال المليار إن شاء الله. مليار يا أبو سروال تستاهل تستاهل. الحبيب الغالي أبو سروال ألف ألف مبارك المليون متابع يا حبيبي وألف مبارك توثيق حسابك. صديقي الغالي علي أبو سروال القلب الأبيض الجميل مبروك المليون متابع وإن شاء الله مليونين وثلاثة وعشرة. أبو سروال الغالي من أخوك مهند سيوف أحب أقول لك ألف ألف مبروك توثيق الإنستغرام وصولك المليون. تستاهل الملايين وإن شاء الله مسألة وقت جياتك بإذن الله. أبو سوس الحب إن شاء الله ريتوا ألف 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 مبروك التوثيق والمليون على الإنستغرام ويا رب نشوفك دائما أحسن الناس وبأعلى المراتب وبالمكان اللي أنت بتستحقه. ونقدر حبارك أبو سروال وصل مليون على الانستغرام ووصل 3 مليون على اليوتيوب. التحية رقم مليون من شركة سينك فور ميديا وعنهم محمد عوض أخونا أبو سروال. مبروك ألف مبروك أبو سروال المليون متابع في الانستغرام. أبو سروال صديقي وحبيب قلبي ألف مبروك المليون متابع. تستاهل كل خير يا أخي. ناطرينك بلبنان الله يفضحنا. حبيبي علي أبو سروال مبروك المليون مبروك التوفيق منها للأعلى. علي موسى ألف مبروك المليون متابع. مش بقى مهند يا بصا التوفيق وألف مبروك الثلاثة مليون على يوتيوب بالتوفيق إن شاء الله إلنا ولك. تستاهل يا أبو سروال. أبو سروال ألف مبروك التوفيق وألف مبروك المليون متابع. حبيبنا أبو سروال ألف مبروك وصولك لمليون متابع على الإنستغرام وإن شاء الله عقبال العشرة مليون ومنها الأعلى. صديقي أبو سروال ألف مبروك التوثيق وألف مبروك المليون متابع. السلام عليكم معاكم علي من إدارة فاموس. حبينا نهني ونبارك أخونا أبو سروال لوصوله المليون متابع بالإنستغرام وتوثيق الحساب. ألف 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 مبروك علي على المليون متابع في الإنستغرام وأنت للأمانة من الناس اللي يستاهلون أضعاف أضعاف ذي الرقم. أنت من الناس اللي فعلا أحبهم في السوشيال ميديا.
لأن أنا شخصيا تعرفت على وايد ناس أنصدم أن شخصياتهم تكون جدا مختلفة في السوشيال ميديا عن شخصياتهم في الحقيقة. وانت يا علي من الناس اللي فعلا شخصيتك واحدة، ما تتصنع الشيء اللي انت تسويه، شخص عفوي وقلبه أبيض ونظيف وتستاهل كل خير. علي حبيبي هذه أول مليون لك، انتظر العشرة في الانستغرام وفي اليوتيوب. ألف مبروك حبيب قلبي على المليون على التوفيق. علي موسى ألف 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 مبروك للإنستغرام، دخولك للمليون يا حبيبي، أنت والله مستحق ومستحق ومستحق بالثلاثة إن شاء الله، وعقبال العشرة مليون وأكون أنا معك أحتفل بالعشرة مليون. كل الحب والتوفيق من أخوك سالي فوزان. السلام عليكم، ألف ألف مبروك لمهجة فؤادي وحبيب قلبي وتاج راسي والغالي والأخ أبو سروال علي موسى، وصول لمليون مشترك على الإنستغرام رسميا، مباركة توصلك فوق أي أرض وتحت أي سماء. أنا بحبه طبعا وكلنا بنحبه، وطبعا مبروك المليون، وإن شاء الله 2 مليون و 3 مليون و 10 مليون و 100 مليون. لا في حد يكره الخير لابنه كريستيانو رونالدو؟ الحمد لله خلص الفيديو.